شكرا لرب الكون ثم لفضلكم، شكرا ولا تكفي لروح سنيتي، شكرا لمن كان المساعد انتم، نعماء من رب النعائم صحبتي. حب لكم ما كان الا غراسنا، وحصادنا قد كان فرحة مهجتي، بتكاتف الأيدي نحقق حلمنا، نحن رواسيل البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هون كافي كوبارا ديتاني هان دجبل وارا هان دجبل ويتشين تاتي إلتي هاي كاربونو بابي بمنا بارتين فونغا كونانا إلتي هاي كاركا لوكو وفيليو زنكايا سنو غنوكو غاهن هون رمضان جبل ويتشين تاتي andu kasawanna avril nga bongo amogo na jibil waran kachini madalla na iriwe mo za misra kanche heka insinti loko ramadan wa kwanu insinti arab alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal irgo no kubuli wema yo kan gon za jamhuriyat misra al arabia misra ngane la arbu nge ya barha kan na buyote ngane har kusu ala rasihim baha ahmed الوسيط الأكبر الخيري جزاه الله كل خير. يقولون كقال هير كل في مارس إن إيه الهير كأشهي كان أتى بارو بروس كأشهي كان بارب كاتا كينو نجمي ذن كايا سينو يقولون كقول نيو هني اللي سابو جمعية الهداية وكاليو كا أقولون كوتنا يانو يقولون كون مارين دان دانو اللي ويميو دان دانو kachi hay kan na hayote de ya bali ubon ya ko maborwi aseri hin kadanka wodi do takate lokodi bine lokono albarkante achi hay kan harte halka bodi irfoyo anchi hay ka to bor kulpega wal kayun nan men nan kaka machi hay kan na loko fili irto mal khair bana paro cheburu abar hay ka la kar mutka kani bayo لقد الحمد لله سنا كانتي انا هرت هر كبوري الكلام الخير وبنا ابا ميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من كان البلاد الحبيبه نحن الرواسي للبلاد ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في الجميع بارك الله في المتبرعين اي سيبدو فرحته امين يدعو لأخواتنا في مصر الحبيبة يدعو لأختنا الضهى أحمد ضهى أحمد بارك الله فيك وفي أخواتك التي جمعت أموالهن يعني لصدقة الجارية لهذه القرية بل يقولون لك لا تنساهم يقولون لك ألا تنساهم أنت وأخواتكن وأحواتك أنهم بحاجة ماسة إلى مزيد مثل هذه مثل هذا المشروع المبارك مثل هذا البير النافع جدا إن شاء الله يدعوك قال لا تتركهم الخيرات هم بحاجة إلى أمثالها إن شاء الله حسنا ما شاء الله وهم مهتدون الجدد الذين لبك ربي ذات ما يصفون والسلام عليك والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله مبروك عليكم يا أهل مصر يا أخواتنا من دولة مصر الحبيب بورك فيكم ونفع بكم السلام عليكم كي تلقى رحمة مولاك ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك اترك أثرا في دنياك